خلينا بقى ننتقل للشأن الدولي ومتابعة لآخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. تم إصدار أو أصدر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بيان النهاردة أعربوا فيه عن تضامنهم مع الشعب الأوكراني، وأبدوا دعمهم الكامل لفرض فوري لعقوبات قوية وفعالة ضد روسيا في حال أن روسيا بتشن أي غزو على أوكرانيا. حذر بيان خماسي أمريكي أوروبي من أن موسكو ستدفع ثمنا باهظا إذ غزت أوكرانيا. على الجانب الآخر، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال أن النهاردة 16 فبراير هو يوم الحرب، ووفقا لتقارير استخباراتية ورغم تراجع احتمال اندلاع الحرب قليلا إلا أن الخطر لا يزال كبيرا. ذكر زيلينسكي أن اليوم الأربع هيكون يوم للاتحاد الوطني اللي هنرفع فيه الأعلام، وكانت تقارير غربية تحدثت في وقت سابق عن احتمال أن تشرع روسيا في غزو أوكرانيا في 16 فبراير الجاري. في المقابل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس قال أنه لا يريد الحرب. وفيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا، لافتا إلى أنه اقترح مبادرات لإطلاق مفاوضات بشأن الأمن المشترك لكن لم يتلقى ردا إيجابيا وفق تعبيره، وأكد على أن بلاده جاهزة للتفاوض بشأن كافة القضايا الشائكة، وأضاف أن احنا ليس بمعزل عن الاقتراحات الروسية اللي بتعتبر أو بيعتبروا تطبيقها من أولى الأولويات القومية لروسيا. الحقيقة البيانات رايح جاي، أمريكا ودول أوروبا بتتحدث، أوكرانيا بتتحدث، روسيا بتتحدث يمكن بشكل أقل، لكن في النهاية إحنا النهاردة المفترض أنه بيقولوا أنه يعني ده ميعاد الحرب بقى اللي هتحصل، بس إحنا النهاردة برضو الصبح لقينا أن في تحرك برجوع قليل أو عدد من القوات اللي تم عملها. روسيا زي ما أعلنت في الأول دي قوات تدريبية ملهاش علاقة بالحرب، لكن أمريكا بتؤكد أن في حرب. هو في البداية هي مسألة الحرب النفسية اللي بيحصل في الوقت الحالي ده، هو ده احنا تعدينا الحرب الباردة يعني لو ايه ما عادش بقى الاتحاد السوفيتي وقام الحرب الباردة بيلعب نفس اللعبة بس بشكل مختلف. هي حرب نفسية بين روسيا وحلف الناتو والولايات المتحدة وخلافه. في البداية طبعا لازم نعرف ان روسيا لن تقبل بانضمام اوكرانيا لحلف شمال الاطلنطي، لان ده اكبر تهديد للامن القومي الروسي، بجانب ان حلف الناتو بيسعى الى التمدد شرقا او التوسع شرقا وضم دول حلف وارسو اللي هو كان موجود وقت الاتحاد السوفيتي دول الشرقية، وقدر ان هو يضم العديد من تلك الدول. لكن بالنسبة لأوكرانيا دي ليها ظروف خاصة عند روسيا لأنها مع حدودها تماما، ولن يسمح بأنه يتواجد صواريخ قد تصل إلى العمق الروسي، فمش هيسمح بأي حال من الأحوال تدخل حلف الناتو أو ضم حلف الناتو أوكرانيا في الوقت الحالي ولا في الوقت ولا مستقبلا. يعني أوكرانيا لن يعني بالنسبة لروسيا لن تكون عضوا في حلف الناتو لا أسباب الأمنية ولا أسباب أمن القوم. لكن في الوقت الحالي طبعا احنا عارفين ان روسيا طبعا هي قوة نووية، ولا يمكن لأي دولة قوة نووية انها تمتلك السلاح النووي يحصل عليها هجوم من اي مكان. يعني مثلا حلف الناتو بيهدد، الولايات المتحدة الأمريكية بتهدد، ولكن في النهاية تهديدهم بيبقى عقوبات اقتصادية لا أكثر ولا أقل. محدش أشار أنه هيتدخل تدخل عسكري، يعني أمريكا واضحة هي عمالة تدي معلومات هي بس وخلاص. أمريكا أعلنت أنها مش هتتدخل عسكريا، صح. هي تصريحات وأن بتقول أن الحرب بكرة، الحرب بعد بكرة، معلومات استخباراتية، لكن في النهاية طبعا مش ممكن تتدخل ولا حلف الناتو ممكن يتدخل زي ما بقول لحضرتك، لأن روسيا تمتلك السلاح النووي. صحيح. وروسيا تعلم جيدا ان ما حدش هيقدر يتدخل، وانها لو دخلت الى اوكرانيا، وخلي بال حضرتك ان في نسبة كبيرة جدا من الاوكرانيين اصلا من قبائل روسية ومعهم واغلب اوكرانيا اصلا بتتحدث اللغة الروسية، وفليهم أرضية هناك كبيرة جدا. وإحنا شفنا حتى لما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وما حصلش أي أزمة، بالعكس السكان اللي كانوا موجودين في شبه جزيرة القرم دول رحبوا وأخذوا الجنسية الروسية وتقدم لهم خدمات كتيرة جدا.
لكن في الوقت الحالي اعتقد ان مفيش حرب. هو حتى وزير الخارجيه امبارح الروسي تحدث عن القوات اللي موجوده دي، قال ان دي قوات تدريبيه طبقا للبرنامج التدريبي اللي موضوع من وزاره الدفاع الروسيه، وده ملهاش اي دخل باللي بيحصل. لكن في النهايه زي ما بقول لحضرتك، هي روسيا لن توافق ابدا تحت اي بند من البنود بانضمام اوكرانيا الى حلف الناتو.